شكرا جزيلا لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي. طيب على أكاديمية ماب بتقدم إيه؟ الخدمات الإعلامية اللي ممكن تكون بتقدمها أكاديمية ماب عن الكورسات، شروط التقديم، أسئلة كتير يمكن جوه الشباب وجوه ضيوفي النهاردة وضيوفنا في القاعة هيجاوبنا عليها الإعلامي محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لأكاديمية ماب. مساء الخير. اوكي منورين، نحاول نملى بس وقت عشان ابتدي. عشان اكون اعلامي لازم اكون خريج كليه اعلام؟ الاجابه لا. عالم الميديا الى جانب تفاصيل اخرى بيقوم تحديدا على التدريب والتدريب الاحترافي. وجود اكاديميه للتدريب الاعلامي هيساعدك في صقل مهاراتك وبطريقه علميه. ماب اكاديمي نافذه مختلفه للتدريب المحترف في مصر. ماب اكاديمي يعني اساتذه هدفهم الاساسي هو تطويرك وتدريبك وتعليمك. ماب اكاديمي قصتنا مختلفه، احنا عندنا حلم. هنسد الفجوة ما بين المعلومات النظرية الأكاديمية وبين تطبيقها في الحياة العملية. ماب أكاديمي مزودة باستوديوهات حديثة تضاهي استوديوهات القنوات. ماب أكاديمي يعني بلاتفورم حقيقي يقدمك لسوق العمل. احنا هدفنا تدريب الطلبة على يد مجموعة متخصصة في جميع المجالات الإعلامية. من أول يوم هتيجي فيه هنا هتشتغل بشكل عملي. عندك فرصة إنك تستفيد من الخبرات الكبيرة للمدربين. استوديوهاتنا مجهزة على أعلى مستوى. هنا في ماب أكاديمي هنوفر لحضراتكم الفرصة دي. هنا هنقرب لك المسافات ونحطك على أول الطريق. اتجمعنا كلنا في ماب علشان نقدر نوصل لك الإعلام الواقعي ونساعدك لبلوغ هدفك. ماب أكاديمي كل اللي بدور عليه هتلاقيه. لو محدد هدفك يبقى الاختيار محسوم. ابدأ معانا من هنا الماب أكاديمي. ماب أكاديمي هدفها تخريج جيل جديد من الإعلاميين. مستقبلنا واحد، مستقبلنا إن احنا نقدم لسوق الإعلام في مصر في العالم العربي خريج نفخر بإن هو خريج ماب أكاديمي. طيب هو بعد ده ما اعتقدش ان انا اضيف حاجه. سادة الحضور تحيه طيبه، بدايه بشكر حضراتكم جميعا على تشريفكم لينا واللي كان العامل الرئيسي في انجاح هذا اليوم، كمان بشكر الشباب المهتم والراغب في الالتحاق بالعمل الاعلامي لانه طبعا يعد ده السبب الرئيسي لوجودنا هنا. خلينا نتكلم في البدايه عن انه عشان تشتغل في مجال الاعلام او في اي مجال بشكل عام لازم يكون عندك موهبة في المقام الأول، مش شرط تكون خريج إعلام زي ما السادة الزملاء قالوا، بس لازم يكون موهوب في المقام الأول. بعد كده بيتم إكسابك للعديد من المهارات اللي بتساعدك أن أنت تشتغل في المجال، وده طبعا بيكون من خلال مجموعة من المشتغلين في العمل الإعلامي. الجامعات مشكورة بتقدم الأطر وقواعد المهنة اللي بنسير عليها لحد طبعا لحد وقتنا ده، وبيأتي دورنا كدور تكميلي من واقع الاحتكاك بسوق العمل. أهم حاجة طبعا في الموضوع هي فكرة نقل الخبرة. يمكن بعد يوم مليء بالفعاليات زي ما تابعتم حضراتكم معانا النهارده، ورشه عمل عن صحافه الموبايل، تقنيات اضاءه لاساس الانترفيو، لغيرها طبعا فن الدوبلاج، فن التصوير الفوتوغرافي، مرورا بالبزنس صالون واللي ابرز دور سيدات رائدات في مجالهن، لاداره المشروعات وفن التسويق واداره الازمات، والندوه المهمه جدا اللي بتقارن ما بين الاعلام التقليدي والاعلام الحديث او الاعلام الرقمي، وازاي يواجه الاعلام التقليدي الاعلام الرقمي. لذلك أعلن باسم مدير أكاديمية ماب أكاديمي الأستاذ جون يوحنا انطلاق ماب أكاديمي ميديا أند آرت بلاتفورم.
طيب مين احنا وليه موجودين هنا؟ ده سؤال مهم جدا. احنا موجودين في المركز الثقافي، طبعا مش هقدر اتكلم او اضيف في كلامي عن المركز الثقافي ودوره بعد نيافة الانباء أرمية ما قال، ولكن في نقطة بسيطة جدا احب ان انا اتكلم فيها. ايمانا بدور المركز المجتمعي في نشر الثقافة والتوعية، ولما كان دور الاعلام في الاساس هو تشكيل وعي الشعوب والامم وتذكرها بماضيها كي تصنع حاضرها ومستقبلها، كان لابد من اختيار مكان مجهز وداعم ليحتوي صرح مثل ماب اكاديمي. ليتحقق هدفنا وهو المساهمة في خلق جيل اعلامي جديد قادر على التعامل مع الاعلام الحديث وهو ما يسمى بالإعلام الرقمي. إحنا مين؟ إحنا مجموعة من الشباب اشتغلنا في مجال الإعلام، عندنا خبرة، وطبعاً كل هدفنا إن إحنا نوصل الخبرة دول للشباب أو المهتم أو اللي بيبتدي حتى دخول مجال الميديا. وقت كبير وجهد أكبر عشان نقدر نقف قدام حضراتكم دلوقتي، عندنا استوديو مجهز بأحدث التقنيات كي يساعد المتدرب على الدخول في مود العمل، فكرة المعايشة ده شيء مهم جداً قبل الدخول في العمل. بتكون في علاقة صداقة طبعا ما بين المتدرب والمحاضر، بمجرد ما بيتقدم الطالب أو المتدرب إلى أنه يلتحق بالأكاديمية بيكون في اختبار بيخضع ليه، مش أي حد حب أنه هو ينضم للأكاديمية بينفع، في ناس ممكن نوجههم لأماكن تانية أو لكورسات تانية. المتدرب بعد انتهاء الدورة بيكون ليه كل الحق في استخدام الاستوديو الخاص بينا في أي وقت، فقط بالتنسيق مع القائمين على الأكاديمية، والمنصة الخاصة بينا بنعرض عليها مشاريع التخرج المتميزة، ودي طبعا بتكون طريقة سهلة بنساعد بها المتدرب على نشر موهبته على نطاق واسع، مما يعمل على المساهمة في خلق فرصة عمل. الفكرة انه ما فيش وعد بوظيفة معينة، ولكن احنا بنساعد قدر الإمكان في ان احنا ننشر موهبته على نطاق أوسع. ليس هذا فحسب، الأكاديمية أيضا خطت أولى خطواتها في الإنتاج، ولاحقا سيتم عرض برومو أول فيلم من إنتاج الأكاديمية. ستة وعشرون دورة تدريبية حتى الآن 26 فقط. هناك خطة للتوسع في القريب العاجل بمستويات مختلفة بالنسبة للمبتدئين اللي هم لسه بيبتدوا طريقهم في الميديا، الناس اللي عملت تغيير شيفت كارير، غيرت مجال عملها، او الناس اللي لسه متخرجين، وفي نفس الوقت للناس اللي هي بالفعل خطت خطوات في مجال الاعلام في مستويات مختلفه بالنسبه للدورات. في ايضا دبلومات عديده في مجالات مختلفه الفنون والاعلام يقدمها 32 محاضر ومدرب مهني في مجال. والان دعونا نشاهد ونتعرف بالتفصيل على هذه الدورات والمحاضرين فيها. ميديا اند ارتس بلاتفورم ماب هي أكاديمية للتدريب الإعلامي الاحترافي. تعتبر ماب أكاديمي منصة إعلامية بيتلقى فيها كل اللي عايزين يكونوا موجودين وليهم مكان في المجال الإعلامي، وده بيحصل من خلال وجودهم مع عدد من الرائدين في المجال عشان يعرفوا من خلال خبراتهم المبادئ والأساسيات اللي تخليهم موجودين في سوق العمل الإعلامي. احنا مؤمنين جدا بأن التدريب العملي في مجال الإعلام هو عملية أساسية ومهمة لا غنى عنها لكل العاملين في السوق الإعلامي عشان ننمي مهاراتهم وكمان يكتسبوا مهارات جديدة ويعرفوا يواجبوا كل التطورات المستمرة في مجال الإعلام. رؤيتنا تنمية وتطوير مجال التدريب الإعلامي والارتقاء به لدعم إعلام مهني بيحترم قيم المهنة وأخلاقيتها. عندنا 4 أنواع مهمين من الدورات التدريبية. أولاً دورات الراديو والتلفزيون، مذيع البرامج الحوارية، مقدم النشرات الإخبارية، مذيع التغطيات الإخبارية، كمان صناعة المراسل التلفزيوني، فن الإلقاء الصوتي، مقدم البرامج الرياضية، مقدم البرامج الإذاعية، بالإضافة للغة العربية للصحافة والإعلام، الإعداد التلفزيوني، والمتحدث الإعلامي. ثانياً دورات الإعلام الجديد، صناعة البرامج الإلكترونية، إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، الصحافة الإلكترونية، ده غير صحافة الموبايل، صحافة الوسائط المتعددة، وان مان كرو، الصحافة الإلكترونية الرياضية. ثالثاً الدورات التقنية، صناعة الأفلام الوثائقية، المخرج التلفزيوني، التصوير التلفزيوني، تقنيات الإضاءة، التصوير الفوتوغرافي والمونتاج. رابعاً وأخيراً دورات الفنون، مهارات التمثيل للأطفال، مهارات التمثيل للكبار، الدوبلاج.
كمان بنقدم دبلومات مهمة وليها شأن كبير في العمل الإعلامي، زي دبلومة التقديم الإخباري، دبلومة الإعلام الجديد، دبلومة تقنيات الإعلام، دبلومة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خدمات ما بعد الدورات. ماب بلاتفورم. ماب هتكون منصة إعلامية مهمة ومفيدة، وهيتم اختيار المتميزين من كل دورة تدريبية شهرياً طبقاً لمعايير محددة من قبل إدارة الأكاديمية والمدربين الموجودين، وده هيحصل عن طريق نشر السيرة الذاتية ومشاريع التخرج على صفحة المنصة الخاصة بينا، واللي بتعتبر وسيلة مساعدة بين الخريجين والمؤسسات الإعلامية. ماب كوميونيتي هي حلقة وصل بتجمع بين الخريجين وكل فريق عمل الأكاديمية، وده بيحصل عن طريق جروب مغلق على مواقع التواصل الاجتماعي لتزويد كل الخريجين بخدمات ومعلومات ضرورية ليهم في المجال الإعلامي ومسيرة نجاحهم. كمان عندنا خدمة الاستوديو. الخدمة دي بتتقدم لكل خريج الأكاديمية، وبتتيح ليهم استخدام الاستوديو وكل إمكانيات الأكاديمية بشكل مجاني عن طريق إرسال الإيميل. زي ما قلت لحضراتكم ده بشكل مبدئي، مرة تانية بشكر حضراتكم على الحضور بصفتي متحدث رسمي باسم ماب أكاديمي، ونيابة عن كل اللي شغالين في ماب أكاديمي. شكرا لكم.